Merci pour la معكم محمد متضرر من رياض الزيتون القديم. عام هذا باش فات الزنزال وحنا هما حنا ما كاينه حتى شي حاجه. رياض الزيتون منطقه سياحيه وباقي فيها الازبال وباقي فيها الردم وباقي فيها التراب وباقي التراكسات تيدوزو. لا اله الا الله محمد رسول الله، والله العظيم الا لا اله الا الله. ولاو تيجيو عندنا الاجانب ما تنقولهمش المآثر ديال المغرب، ولا تنوليو المآثر ديال الزنزال. هادشي دخلنا حنا دروك، هادشي خصنا يدخلوا في التاريخ ويدخل. والله يهديكم علينا، الله يرحم لكم الوالدين الا ما شوفوهم اللحومه، والله يجازيكم بخير. الناس المسؤوله على الحومه ديال رياض الزيتون، الله يجازيكم بخير. راه تعودوا عليكم ناس مزيانين، ولكن شوفوا من جهتنا الله يرحم الوالدين. احنا مضرورين، هاد ديورنا بغا يطيحوا. والشتا هادي واش غادي نديرو؟ نخرجوا نعسو في الزنقه محشوماش؟ ما نبقاوش فيكم، احنا ماشي مغاربه. والدريبه كلها هي استفدات وحنا ما استفدناش. شو دابا هاد السياحه هادي اللي دايزه؟ دخلنا لكم وجه الله واش تشوف هادشي هكا؟ اش هي الصوره اللي بغينا نعطيو لبلادنا؟ وباش عايشين حنايا باش؟ راه الا مشات السياحه راه هزنا الماء وضربنا الضو. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين الا ما شوفوا من الحل ديالنا ديال هاد الحومه هادي. الله يجازيكم بخير. حنا يا خويا كنعانيو، كنعانيو بزاف ماشي غير شويه، كنعانيو لان كاع الناس اللي كاينين حدانا كلهم جاتهم الاستفاده وحنايا ما مستافدينش. وحنا دارنا ايله للسقوط، ماشي غير دارنا بوحدنا، دارنا واحد الدار حدانا، كلشي الجيران اللي حدانا مستافدين وكيبنيو. وحنايا عرفتي تصور اشنا هي دار كاينه بين الديور كيبنيو، ودار كلها هي ايله للسقوط. راه كنسمعوا الضرب كيسرسر كيدير سر سر، كي غادي نكونوا حنايا؟ وعلاش حنا بالضبط اللي ما مستافدينش؟ بغيت نعرف اشنو المشكل، اشنا هو المشكل؟ دافعين ورقنا، دافعين كلشي، مقيدين لنا. علاش حنا كنشدوا ال 50؟ ماشي كنشد، كيشد اخويا كنشدوا ال 50، ولكن علاش ما يعطيوناش 2 مليون باش حنايا حتى حنايا نبداو البني؟ علاش؟ والمشكله هي كلشي اي للسقوط. وعندنا حنايا ديور هنايا لي ميزون دوت، وكيجيو ليهم النصارى، النصارى كيكونوا دايزين حشومه كاع. ديك النهار تاع الضلفه على من قدها، عافاك الا ما صورها الله يرحم ليك الوالدين، الضلفه على من قدها كلها هي دازو النصارى بشوي وهي طاح حداهم، يكون طاحت حداهم يكون ولينا في ما هي وما لونها. وعلاش حنايا علاش حنا من صوتنا يوصل للجميع؟ انا بغيت صوتي يوصل للجميع. علاش؟ وحق الله العلي العظيم اللي حنا متضررين وبزاف ماشي غير شي شويه. حنا خويا ناس مضرورين من الزنزان، ما شديناش الدعم لا ديال الكرا ولا ديال البني. الدار كلها هي بغات تريب، الدار اللي حدانا كلها هي بغات تريب. حنا تنتمناو من هاد الناس يعطيونا هذاك الرزق، انه سيدنا اللي صيفطو لينا، ما عطاه لنا حتى شي واحد، عطاه لنا الله وسيدنا. هو اللي بغى يدير فينا هاد الالتفاتة، التفت فينا وعطانا باش نبنيو. هاد الناس راه ما عطاونا والو، لحد الساعة راه باقي تنتسناو. هما راه جاولنا وحنا راه جاولهم، راه ما كاين حتى شي مشكل بيننا وبينهم. راه لما احتاجوا عندنا تيلقاونا، وحنا احتاجنا عليهم، احنا صدقنا في هاد الشيء هذا. هاد الشتا غادي تجي، راه ما يمكننا نقعدو في هاد الدار هادي إلا جات الشتا سعادة القيد. أنا غادي نتضر ونخرجو للشارع. الله يجازيك بخير لما نشوف وجهنا ودير بحالنا.